صباح الخير بنات، كي سمحتوا لي بساليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وسانسان. كيما العاده اليوم معنا فيديو جديد، اليوم فيديو مختلف، فيديو زوين غادي تشوفوا معايا. المهم صراحه هذا الصباح هذا قلت ندير زعما لي لونتين ونتسيف وادي والو 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 ما كنقدرش عليهم. هذا واحد لا كولور فن كنت اختاريتو ما قديتش عليهم. والصراحه هاد الايام كيعجبني نلبس هكا وكنلبسهم مع عصايات اللي هما طوال، ما بقيتش كنقدر نلبس السبوال نهائيا. خديت السباول ديال الحمل زعما اللي خاصين بالحمل، ولكن والو البنات ما كنقدرش عليهم، كيعذبوني. كنحس براسي مخنوقه خصوصا دابا مع الصهد، فكنلبس دابا دي باردور بحال هكا خديتهم وكنلبسهم مع عصايات، كنبقى مرتاحه وما كنجيني لا صهد لا حتى شي حاجه. والصراحه بعض المرات البنات كتبغي تلبسي بحال هكا وكتلقاي بان ليزاستيل ديالك كاينين، حيت دغيا كاين راكم عارفين ليزاستيل دغيا كينوضو. عندك تقريبا ما بين تحيده وتحيده كان جوج خصك تعاودي تحيدي، ودي فوا كتبغي تلبسي هكا ويلاه كيكون كينوض كتلقاي مشكل. فهل ينفعني هل ينفعني هل ينفعني؟ هذا ديما كنستعملو وديما كنوريه ليكم. شوفوا يديا راه ما كاينش كاع نهائيا، انا جاني كيقتل الزغبه، ماشي كيحيد الزغبه، جاني كيقتل الزغبه، حيت الصراحه الريزلت ديالو بيزار. حيت تخيلي معايا كندير مثلا انا البرودوي وكنخلي لمده 5 دقائق وكنحيد غير كلينكس وكنتفاجئ انه كيجلس اكثر من شهر ونص حتى شهرين عاد كيبدا يتبوس ليا الزغب. وانا من النوع اللي مزغبه يعني يديا، كنت كنبقى ندير لهم هكا الصراحه افيكاس. فاللي عجبني في هذا البرودوي وبكل صراحه البنات، ماشي على شي حاجه، بكل صراحه هو انك كتكوني مزروبه. دابا مثلا انا خارجه عندي ما يتقداد، عندي رونديفو مع الطبيبه، هذه ما مسالياش انا مثلا غنمشي للسونتر. اي راه عندي سونتر، ولكن ما مسالياش باش غنمشي للسونتر باش غادي ندير لي زيستيل دغيا ونمشي. دي فوا كتكون نوبه، كيكونوا قبل منك ناس، كيكونوا دونك على الاقل انت تقضي غرض لراسك. بلوس الناس اللي فيهم الحساسيه، كاينه اللي عندها الحساسيه، كاينه اللي كينوضوا ليها الحبوب، كاينه اللي فيها لي روجور كينوضوا ليها دي روجور، كاينه اللي ما كتقدرش بعدا على هذيك لفي ديال لا سير، كاينه اللي ما كتقدرش، كاينه اللي كطير ليها لابو، كاينه اللي كتحرق. البنيات الصغار مثلا لاج ديال 12 عام 13 عام راكم عارفين مراهقه، كيبدا داك لاج ديال البلوغ، كتكون البنيته حتى هي كيعمروا ليها لي زاستيل. دي فوا من الاحسن ما نبداوش ليهم بلا سير، من الاحسن نبداو ليهم بهذا البرودوي هذا اللي هو ناتوريل، ماشي شي حاجه تخافي منها، ما فيهاش دي برودوي شيميك، فيها فقط زيوت طبيعيه اللي صراحه انا شخصيا غنستعملو لسلمى ملي تكبر شويه، وغادي ندير ليها ان شاء الله هذا البرودوي. حاجه واحده اخرى هي ان كيفاش كديري ليبيلاسيون، ما بين ايبيلاسيون ايبيلاسيون دغيا كيعاود ينوض لك الزغب، شي حاجه عاديه وطبيعيه، مي مع هذا السيروم هذا اللي كديري من بعد امبوسيبل ينوض لك على 15 جوغ. انا دابا كنقول لكم عن تجربه، يعني انا راني مجربه مولفه كندير لا سيغ، مولفه بزاف الحوايج، مي فاش كندير هذا البرودوي عارفه راسي غنتهنى. ولات كتخاطف معايا عليه الالهام، خواتو ليا دابا راني مكومونديا عاد غادي يوصلني، خواتو ليا هو السيروم ديالو. نجيكم حاجه اخرى واللي هي العرايسات، كاينه عروسه اللي مسكينه كتمشي كتسافر هي وراجلها شعر العسل هادي، فدي فوا كتمشي مثلا باغا تبحر باغا هادي باغا هادي، البلاصه اللي مشات لها ما كاينش الصالون، لا لا مشيتي للفيلا حدا البحر، بان لك رجليك بداو كيتزخبوا يديك هادي، بغيتي لازال هذا معاك في صاكك كينفعك، كيحيد عليك العجز وكيخليك ديري ليبيلاسيون وتمشي تبحري مع راسك وبالصحه والراحه. وانا يلاه درتو دابا لازال، المهم حيت لازال باش نلبس بحال هكا وانا خارجه وهانتوما معايا. العنوان شويه مختلف، المهم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نمشي عند واحد الطبيبه واحده اخرى، يعني عندي الطبيب ديالي ولكن دابا غنمشي عند طبيبه واحده اخرى، حيت اليوم باغا نشوف الملامح ديال الجنه باش نغدد احمد. متبسم بوتبسم بوتبسم
تكون كتشبه ليا حنت هادي نقول لك حيت هاد الحمانه كان عاجبني راسي الا عقلتوا البنات في الاول قلت لكم واو على الجمال كان عقل شوف عندك واحد الكلمه من الاخر تشبه ليك ولا ما تشبهش ليك تشبه ليا ولا ما تشبهش ليا في الاخر بنت باها ما لا دا ماشي مشكل المهم كانت كتشبه ليا ولا كتشبه لباباها الا كانت كتشبه ليا غادي نفرح بزاف وغيعجبني الحال بزاف ان بنتي تشبه ليا ولكن الا كانت كتشبه لباباها غادي نفرح اكثر وغادي يعجبني الحال اكثر حيت بحكم انني كنحمق عليه يعني كنشوف بنته هو محطوط غادي نمشي دابا عند الطبيبه ان شاء الله وغنديكم معايا تشوفوا بعيوناتكم الملامح احنا ما سمينا صافي صافي سمين جنة ان شاء الله ان شاء الله هو فهاد اللاج مزال ما كيكونوش تزيرو بالكرش باقي عندو الناس هي ناعسة من الصبح هي تتنقص بغات ترسم لا مشكلة باينة هنا مزيان المهم البنات خرجت من عند الطبيبة كما شفتوا خليت عندها الملف ديالي عاد غنرجع ليه باش ناخذو من عندها حيت تبارك الله عامة بديك البلاصة وقلت لها غنمشي نتغدى حيت اليوم جمعة وجمعة مباركة عليكم كاين كسيكسو ما بغيتش نعطل بنياتي وعندي خالتي في الدار خالتي جات جلست معايا واحد السويمينه الصراحه والله ما سخيت بها كتقول لي غنمشي كنقول لها ولا لا تمشي فين تمشي ولا قلت لها جلسي مسكينه جلست معايا وماما حتى هي توانست مع اختها هذه خالتي اللي في كازا ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات اليوم ما درتش شنو قالت لي انا احمد على هذاك النوع ديال راديو كادي كادي ولا شي حاجه قالت لي من الاحسن خليك شي شويه قالت لي حيت دابا البابا باقي يعني الملامح ديالو يعني 100% وهذا خليك واحد شويه على الاقل ديك الاخر ديال الشهر الثامن اولا دخلي في الشهر التاسع باش كيبانوا يعني الملامح ديال البابا اللي غادي يتزاد فقالت لي من الاحسن اسماء باقي صغيور على انك تبيني الملامح ديالو هذا خلي شي شويه وبقيت كنضحك كنقول لها شوفي لي اختي واش كاين ادم تما اولا جنه قالت لي بنوته وشافها احمد سمعنا القليب ديالها الله يحفظها لينا والله يخليها لينا والله العظيم لا واحد الاحساس عجيب غريب لدرجه فاش كتبقي تسمعي القلب ديال البيبي سبحان الله يعني هو في الكريشه باقي ما شديتيش من يديك وكتطلع معك واحد التبوريشه وواحد الفرحه وحق الله زعما يا ربي لا تحرم شي مسلمه من هذا الاحساس يا ربي وحق الله لا
لا تحرم شي وحده حيت واحد الاحساس غزال، واحد الاحساس زوين بزاف بزاف بزاف، ويا ربي تسهل على كاع البنات اللي باغين يحملوا ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين، وشفنا جنة وسلمت علينا جنة بلي ديدات كديرها تك 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 عليها، بغات تجلس ما بغاتش تجلس، كدي تك 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 كتلعب في الكبيشه الله يحفظها، باينه فيها دوك الوليدات اللي كنقعدوا كتبعدا. ايوا مرحبا باللي اختار الله، ومرحبا باللي جاب الله. اونتر بارونتيز غنجاوب بزاف ديال لي ميساج اللي جاوني من بعد ما درت الحفل ديال 7 شهور. اول ميساج اللي توصلت به بزاف ديال الناس اللي هما اقارب، يعني لدرجه حتى الناس اللي قرابين ليا، اسماء علاش لابسه الشيبي ولاطارت عندك فيها الشيبي، واش عندك ولد وبغيتي تستريها حتى زعما حتى من بعد تلونسيها ولا شي حاجه بحال هكا ما عرفتش. المهم اول حاجه هذاك الفيغ، واحد الفيغ اللي هو بارد، يعني انا بغيت نخرج من لا كولور ديال الحنه ديال الخزي، فقلت ندير شي حاجه اللي مختلفه. درت واحد الفيغ اللي لبسوه حتى النكافات معايا اللي كانوا كيصليو على النبي، وهذاك لا كولور هو نفسه اللي كنت عطيت انايا لهنايا الباتيسري ديالنا نور ديليس باش صاوبوا ليا. دونك ما عندها حتى شي علاقه، كون كان عندي وليد غنبارطاجيه. الحمد لله عندي بنيته وفرحانه بها وعاجبني الحال بها، والله يخليهم ليا ونشوفهم ان شاء الله دوبيه صالحه. وهادشي اللي كاين، يعني بالعكس علاش غادي نخبي اولا شي حاجه، بالعكس كل شيء عند الله زوين، بنيتات وليدات اللي جاب الله الحمد لله عليه. انا مرحبا باللي عطى الله، المهم هو صوره مكموله والفكاكة على خير وهادشي اللي كاين الحمد لله. دونك هادشي علاش بغيت نجاوبكم، انا ما عندي بنيته وسميناها قدامكم، الاسم ديالها ان شاء الله باذن الله جنة، والله يجيبها لينا على خير. وهادشي اللي كاين، وغادي نمشي دابا للدار ناكلو كسيكسو وهانتوما معانا. هاد الجبيطه البنات كتحمقني وعزيزه عليا، عرفتي دابا واخا كيجي السيد اللي مقابلها ويدير ضروري كندير هاد الوريضه، هانتوما كنحلي لكم هاد الوريضه زوينين مقمرين، كنت صراحه ما تقطعهمش مزيان المهم نمشي نكتبت ليهم مع الدراري هنايا في لابيسي، ما بغاوش يهبطو دونك راه نحطو لينا كسيكسو هنا في الفريز. والمهم البنات صراحه كلينا كسيكسو طبخيت اختي والله الا طبخيت، ما بقيتش قاده صافي جاني النعاس، ضربت واحد جوج زلافات ديال الصيكوك وخليت صراي بالبلدي برد مزيان تشخشخ، وزدت فيه السيره الحمر، ضربت لك يا اختي واحد الكاس صافي جنة ولات كتقول لي يا ماما قارتيني يا ماما بارك عليا. المهم جيت دابا جا احمد باش جبنا داك الشيء كامل ديالنا، ها هو كما كتشوفوا. المهم بالنسبه للالهام اختي كتقول لي ما زدتيش ما غلاضيتيش فهاد الحماله، ما كتاكليش مزيان كيتاكلي خصك ديري. فصراحه الطبيبه فاش جيت عندها قالت لي اسماء سوبر، قالت لي الحماله ديالك تبارك الله عليك، قالت لي 27 اسبوع، قالت لي تبارك الله عليك ما زدتيش في البوا بزاف، يعني زدت تقريبا ما كاملاش 5 كيلو ما كاملاش، والبيبي نورمال يعني الطول ديالو البوا ديالو نورمال، يعني انا في النورمال. انا عاوتاني لصالحي ان البيبي ما يكونش فايت 4 كيلو، حيت الا كان البيبي 4 كيلو بحال سلمى ما ولدت 4 كيلو، يعني راه في النورمال راه كتعذبي، راه ماشي ساهله، راه ماشي غتمشي سيزاريان يفتحوا لك ويجبدوا لك ومرتاحه، لا راه كتوجعي عليها باش تولديها. يعني انا
ديك ربعة قل مثلا شي حاجة ديك 3800 3700 مزيانة بحال اللي تزادت مالك مالك تزادت يمكن 3800 3700 حالك زادت شوية ضعيفة ولكن الحمد لله يعني صافا ما تكرفصتش معاها ف اي جنة والوجية سبحان الله هالفيم هالنويفة هالعوينات هالودينات هنا ومتكية لقات لي بانني تقبلت لي البيبي يعني غالبا كيكون المشكل ديال البنات اللي كيكونوا باغيين يولدوا نورمال وحتى الاخر حدا كيولدوا سيزاريان كيكون يا اما البيبي ما مقبلش يا اما الوجع ما جاكش يا اما طبقات لك السقيه. دونك انا الحمد لله يعني دابا في 7 شهور الحمد لله والبيبي ديالتي راه تقبلات ليا مزيان يعني خدات البوزيسيون ديالها ديال الولاده الطبيعيه ان شاء الله باذن الله الله يفكنا على خير. وها هما الورقات ديالنا صورات صراحه تبارك الله عليهم داروا لي واحد لي راديو تخيلوا البيبي في الكريشه كيديروا ليه بحال بحال شكل سكانر هذاك بحال شكل سكانر على الراس واش المخ ما فيهش الماء واش هادي واش البيبي كيعاني من شي حاجه واش البيبي عنده شي مشكل واش البيبي التنفس نقص ليه. فكما قلت لكم يعني تبارك الله عليها دارت لي دي راديو زوينين يعني قلبت البيبي فلاتها فلاتها واحد الوقيته بقيت كنضحك معاها قلت لها قلت لها اختي ما بالكش شي ادم تما قالت لي كاينه بنيته ما شاء الله الله يحفظها وها نتوما 27 اسبوع ها هي شفتوها 27 اسبوع ها هي هاي سكس هاي بنيته الله يجيبها على خير والله يحفظها. هنا كتعطيك كتكتب ليك البوا ديال البيبي الطول ديال البيبي كتكتب ليك كلشي 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 داكشي اللي خاص بالبيبي. بنيته دابا ديالي البوا ديالها فيها تقريبا كيلو كيلو هاي فيها دابا كيلو ولكن ما تنساوش راه دو موال الاخرين هي فين البيبي كيفيض وكيغلط يعني كيتزاد دغيا في ديك دو موال الاخره ولا تخوا موال الاخره حيت انا يلاه دخلت للسبع شهور يلاه يلاه قولوا ديك لا سيمين الاولى ديال السبع شهور. دونك يعني البيبي ما كيجي يكمل ديك تخوا موال الاخره حتى كيتزاد بسرعه على الاول يعني دابا كيلو من هنا واحد المده غير قليله راه يتزاد. والمهم هادشي اللي كاين البنات الله يفكنا على خير البنات اللي حاملات والله يجيبها على خير حبيبتي والله يخليها ليا والله يخلي ليا بنياتي والله يخلي لكم وليداتكم حتى نتوما والله يرزقكم الدمية الصالحة ان شاء الله بإذن الله. وهادشي اللي كاين يعني انا ديجا يعني كنت غادا باش غادي ندير لكم يعني الملامح مي قالت لي الدكتورة خلي واحد شويه البيبي باقا مسكينه صغيوره خليها بلا ما ديري لها الملامح دابا خلي غير تال داك الموال الاخر هذا وديري لها ماشي مشكل. وصافي هادشي اللي كاين البنات هادشي اللي كاين تهلاو ليا فريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله باذن الله الله يحفظكم ليا. والناس اللي مازال ما دايرينش ابوني ما تنساوش تابوناو لايكات باي باي.